جميلة جداً وذكية، وكانت حياتهم ماشية حلوة قوي، واتخطبوا فتحسدوا بقى. فجأة البطلة لبست قضية واتحكم عليها بالإعدام عشان بعض السياسيين غاروا منها، بس في واحدة أنقذتها. تمر السنين وتقابل الملك مرة تانية، يا ترى الملك هيفتكرها؟ البطل يعتبر نص بشري لأنه من أم بشرية وأب كائن أسطوري، عشان كده هو عنده بعض القوى الخارقة، ولأن مفيش حد عجبه حاله في الحياة هيفضل هو طول المسلسل بيدور على كتاب اسمه كتاب عائلة جو، اللي هيساعده يتحول إنسان كامل مش نص بشري، وهيكون في قصة حب لطيفة ما بينه وما بين البطل. بسبب الأحداث المأساوية اللي مرت بيها البطلة أقسمت إن هي صدقوني لنتقم بقى. دخلت قصر الإمبراطور كجارية وشقطته واتجوزته، وبقت هي الإمبراطورة رغم كل القوانين اللي تمنع واحدة زيها تمسك الحب، وهتبتدي رحلة الانتقام. ده غير المسلسل ده فيه صراع حب مؤثر جدا، مصاص دماء ما يعرفش الرحمة، ورغم الدم اللي بيشربه من البشر إلا إن هو ما عندوش ريحة الدم، قاسي شرير وسيم جميل. طموحه إن هو يسيطر على الحكم وعلى البشر، بس هيقف قصاده واحد بسم الله ما شاء الله عليه برضو مصاص دماء بس من النوع الطيب. وقمة الإثارة لما هما الاتنين يخشوا يطحنوا بعض، غير إن البطلة بقى في سر ورا ولادتها. المسلسل ده بيحكي عن واحدة عايشة في الحاضر وفجأة لقت نفسها في الزمن الماضي وسط صراع الأمراء. المسلسل ده كتسلسل أحداث مفيش زيه، فظيع تحفة، بس يجي عند الحلقة 11 وتلاقوا كمية مصايب بتيجي في وشكوا كده مرة واحدة، اللي هو واحدة واحدة جماعة بالراحة، قلبي الصغير لا يتحمل. المسلسل ده حلو جدا للناس اللي بتحب الدراما الدموية والصراعات والمأساة، بس الناس اللي بتحب النهايات السعيدة ما تفتحهوش، مسلسل دمار شامل. المسلسل ده تاريخي شبابي منعش كده، في كمية لطافة فظيعة. الملكة هيكون عندها ابنها تخفيه من الناس عشان خايفة عليه ومش عايزاه يحكم دلوقتي، فالابن دوت هيخش وينضم لمجموعة فرسان اسمهم هوارانج، ومحدش يعرف ان هو ممكن يكون الملك القادم. هيبتدي ما بينهم بقى صداقة وتعاون وعهود. المسلسل ده ظريف جدا وتحفة، بس مأساوي جدا لعشاق بي تي اس. مؤامر نصاب ذكي ما حصلش، يستخدم مهاراته في القمار عشان ينتقم من الملك، لانه كان مولود امير وبسبب الملك ده اضطر يعيش كفرد من عامة الشعب. ملكة لجأت للسحر الاسود عشان تخلف، فخلفت توأم بنت وولد. لبس السحر الاسود في البنت والبنت بقت ملعونة، عشان كده الملكة حاولت تتخلص منها وتقتلها، بس في حد أنقذها وكبرت البطلة وهي بتدور على حل إزاي تفك اللعنة دي عنها، فهتقابل طبيب ملكي، فهل يا ترى هيساعدها إن هي تتخلص من لعنتها؟ بيحكي عن أمير عايش طول حياته لابس قناع في وشه، وأبوه بيقول للناس إن هو عنده تشوه، ما كانش عايز حد يعرف شكل ابنه لأن في عصابة كانت عايزة تقتله، لأن الملك كان معاها في الأول وبعد كده خلف وعده، فكان الانتقام إن هما يتخلصوا من ولي العهد. وولي العهد لما يمسك الحكم هيحاول إن هو يرجع الأمل للشعب تاني ويحكم بطريقة غير طريقة أبوه نهائي، بمساعدة البطلة وناس تانيين. ملج
ظالم بيحب الملكة مراته، بس مراته ما بتقهوش، ده غير ان هو مهدد بالقتل طول الوقت، فعشان كده هيستعين بمهرج شبه بالظبط يمسك مكان. مهرج من الشعب مش مشكلة يموت، اهم حاجة صحة البيل ملك والمحافظة على سلامته. بس بقى ايه، الملكة هتقع في حب المهرج، يا ترى ساعتها الملك هيعمل ايه؟ امير رغم ان هو ذكي وعنده المؤهلات ان هو يحكم، الا ان مفيش حد معترف بيه اصلا. ليه؟ عشان مامته من اللو كلاس، من الطبقة الفقيرة، يعني سوري ذكائك ده ما ينفعناش بحاجة، اهم حاجة ان مامتك تكون من الهاي كلاس عشان تليق بينا. فهيتعاون مع 3 اشخاص هيساعدوه ان هو ياخد العرش. في مسلسلات تاريخية كتيرة تانية حلوة جدا، بس انا اتكلمت عنها في فيديوهات قبل كده، احط لكم لينك الفيديوهات دي تحت في الوصف. في ناس كتيرة بعتت لي رسائل على فيديو قبل كده بتقولي ان انا دورت على مسلسل موسي بي في جوجل وما لقيتوش. فللتوضيح، موسي بي يعني انا مصرية على المسلسل جدا ولازم تتفرجوا، المسلسل حلو بالنسبة لي، مش اسم المسلسل نفسه، اسم المسلسل بيبقى فوق كلمة موسي بي بس كده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة ده لو عجبكم الفيديو. كانت معكم لبنى ماجد من صفحة كوريا أن يونغ.